مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم صوتنا العاشر هنا ينطلق للابكار المهجنات الاصايل، وبعد قرار اللجنه هنا تهانينا والناموس هناك عند خط النهايه قررت ان هي الصايله صاحبه المركز الاول وصاحبه هذا الشوط. تهانينا والناموس السيد حميد بن راشد بن حميد الغويص السويدي الذي فاز في شوطنا الذي فات منذ لحظات. أيها الأخوة، تهانينا والسلامات دائما تتجه إلى أهالي مشرف. هكذا أيها الأخوة كان العنوان، وهكذا كانت الصدارة هنا مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع الجميل والمميز. ما شاء الله على برهومة للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي، هو مع الصدارة النقلة هناك على المركز الثاني. شوهين علي بن حميد الرزي شامسي مش على ثالثا سالم بن مخيت ورشيد الاكتبي، وفي المركز الرابع هنا مثيرة للسيد علي بن مطرب الساحر الاكتبي ايضا يتواجد هنا راعي عرمرم، وفي المركز الخامس ايضا تأتينا الخزنة على خامس المراكز حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي ولا سلسبيل بقول لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان الفلاسي، وفي المركز السادس ما شاء الله شاهيني محمد بن غلبان الغويص السويدي، وفي المركز السابع الضبي على سابع المراكز لعلي بن سيف بن محمد الكعبي، ثامن المراكز زعفران محمد بن ابن صبيح الفلاسي، وفي المركز التاسع هناك من تأتينا أيها الأخوة الذيبة سعيد بن محمد بن غلبان بن حزيم، وفي المركز العاشر مناورة سلطان بن عبد الله بن حميد بشهر الخاطري. ما شاء الله، هكذا هي النتيجة أيها الأخوة أيها الجمهور الجميل والمميز للاندفاعة هذا الانطلاق هنا في شوطنا العاشر، شوط الأبكار المهجنات الأصايل لأبناء القبائل والشعارات تصول وتجول هنا على هذا الموقع وعلى هذا الناموس. ولمن الشوط هذا والعلم عند الله. برهومة ما زالت مسيطرة، ما زالت صامدة على الصدارة وعلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن، حتى هذه اللحظة عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي ما شاء الله مش على ثاني المراكز، سالم بن مخيت بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثالث هناك من تأتينا على ثالث المراكز مثيرة لعلي بن مطر بالساحر الاجتبي، وفي المركز الرابع شواهين علي بن حميد الرزي الشامسي، وفي المركز الخامس وصل بالشر يقدم مناوره سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري. مرحبا بهذه الشعارات الجميله، نقلتنا الى المركز السادس سبيل سعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان الفلاسي، وفي المركز السابع هناك من تاتينا على الجانب الضبي على بن سيف بن محمد الكعبي، وفي ثامن المراكز اول ندل الميدي لمحمد عبد الله مسميح الفلاسي، تسع المراكز هناك اللي هي الشاهيني لمحمد بن خلفان لغويص السويدي، وعاشر المراكز من تاتي الذيبه سعيد بن محمد بن خلفان بن عزيم الفلاسي. هكذا هي النتيجه ايها الاخوه، هكذا كانت النتيجه لهذا الشوط الجميل والمميز. ما شاء الله، الله على مثيره وهي خطيره وهي جديره وهي دائما يعني مرباحها ما شاء الله تبارك الرحمن غير وجميل وادائها مميز. اتمنى التوفيق يا ابو عبيد علي بن مطرب الساحر الاجتبي برهومه على ثاني المراكز السيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي، ومشعله ومناوره حطوا النظر عليهن ما شاء الله. هنا للسيد سلطان بن عبد الله بن حميد بشهر الخاطري، هناك الشاهينية رابعا للسيد محمد بن خلفان الغويص. هكذا هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. وما شاء الله غيرت برهومة مع صدارة، غيرت برهومة على صدارة هذا الشوط للسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي، ولكن مناورة بدأت تناور، بدأت تحلق، بدأت تنتقل من موقع إلى موقع. ما شاء الله للسيد سلطان بن عبد الله بن حميد بشر الخاطري هناك، ولكن الشاهينية أيضا
تنتقل من موقع إلى موقع. ما شاء الله ما شاء الله للسيد محمد بن خلفان. الغويص مشعلة بدأت تقترب، مشعلة بدأت تقترب. سالم بن بخيت والرشيد على اشتبي، حرك يا بشر، حرك يا بشر، تتلفت يمين وزار. ما شاء الله مناوره وصلت باروده للسيد مطر بن سعيد بن حلوه، ووصلت الاسامي الرنانه مع هذه اللحظات. قلت لك يا بشر حرك والله انها تبغي المقدمه والان على المقدمه. ما شاء الله. سلام عليكم يا طيور السواد، سلام عليكم يا طيور السواد، لانها في خاطرها شيء، تبغي صوتك يا بشر، تبغي اوامرك في هذه اللحظات. ما شاء الله في الاسبوع الماضي ايضا لها سجل ولها نقطه هنا على ارضيه هذا الميدان، وفي هذا الاسبوع تجدد مسيرتها هنا الحافله بهذا الناموس، تجدد مسيرتها هنا مع الانجاز. شكرا يا بشر، شكرا يا راعي الاسامي الجميله والمميزه للقي. سلام لسلطان بن عبد الله بن حميد بشر القادري بمناسبه فوز مناوره في المركز الاول، وقلت لكم حطوا العين عليها، ها هي لحظات ضغط النهايه، معلنه الفوز الناموس مرهومه على المركز الثاني سيد عبد الله بن علي بن حميدان، وفي المركز الثالث مشعله سالم بن رفيت بن رشيد على ثلاث المراكز. المركز الرابع هناك من تأتي الشاهينية للسيد محمد بن خلفان الغويس، البارودة على خامس المراكز للسيد مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي. ما شاء الله يا مناورة تبارك الرحمن على هذا الأداء والتوقيت الجميل، 6 دقائق 13 ثانية 65 تتم الثانية. ما شاء الله توقيت تقريبا أفضل توقيت يقول لي عامر. تهانينا والناموس وسلام، سلام عليكم يا الراس الخيمة، وأسعد الله صباحكم، وأقولكم من هذا الميدان good morning.